Good morning, good afternoon, good evening, at any time. How are you today? حبايبي أبطال الصف الرابع الابتدائي بتوحشوني كتير أوي أوي أوي. النهاردة هنكمل مع بعض Unit 1 Lesson 3. موعدنا النهاردة مع حكاية شعبية موجودة في الصين، رواية شعبية، قصة شعبية، Folk Tale. اسمها ايه؟ The Empty Pot. Empty يعني فارغ، Pot الوعاء أو الإناء الفارغ، زي ما لسه قايلين Folk Tale. حكاية شعبية، رواية شعبية، From China، من الصين. نقرأ الكلمات اللي موجودة قدامنا. Emperor. Palace. Competition. Gardener. Honest. Winning. تعال نفسرهم مع بعض يا أبطال. Emperor عبارة عن الإمبراطور. هو إيه الإمبراطور؟ الملك اللي بيحكم الصين، زي عندنا رئيس الجمهورية، لكن في الصين اسمه إيه؟ Emperor. Palace. خلي بالك Palace إزاي حروفها؟ Palace. Palace يعني قصر. خلي بالك في كلمة place، فاكر place place معناها مكان، لكن palace يعني قصر، المكان اللي بيعيش فيه الامبراطور اسمه ايه؟ Palace. Competition. مسابقة أو سباق أو منافسة. Competition. كرر معايا. Competition مسابقة. الناس اللي بتدخل المسابقة علشان تعمل إيه؟ تفوز. وين؟ Gardener. دي بتفكرني بكلمة إيه؟ Garden حديقة. Gardener الجنايني أو البستاني أو عامل الحدائق. Garden حديقة. Gardener الشخص اللي بيشتغل في الحديقة. Honest. الاتش سايلنت يا أبطال. Honest يعني أمين، ما بيكذبش، صادق. Doesn't lie لا يكذب. Winning فوز أو مكسب. دي جاية من كلمة win يفوز، win. وخلي بالك يا بطل، لو الكلمة مكونة من مقطع صوتي واحد وآخر ثلاث حروف ساكن متحرك ساكن، هعمل إيه في الحرف الأخير؟ هضعفه. زي كلمة winning، زي كلمة swimming، clapping، running. نقول مرة تانية، لما يكون الحرف الأخير قبله حرف متحرك هضعف الحرف الأخير واضيف ing. running swimming winning clapping. نقرأ مع بعض مرة أخيرة. Emperor Palace. Competition. Gardener. Honest. Winning. Important. China. Plant. يزرع أو نبات. Plant. Seeds.
seats. The next. Garden. Week. Every day. Did. Pot. Important. China. Plant. Seeds. The next. Garden. Week. Every day. Did. Pot. الأفعال المنتظمة بإضافة دي أو إي دي أو آي إي دي أعرف معناهم مهم جدا. Live. Happened. Looked after. Tried. Work it. Watered. Live. I live in Egypt. Cheng lives in China. Happened. What happened? ماذا حدث؟ Look. فاكرين look? Look at. ينظر إلى. Look like. يبدو أو يشبه. أيوة. Look. بعدها صفة. معناها يبدو. It looks delicious. Look after. يهتم. My mother looks after my little child. My mother looks after my little brother. My mother looks after me. بتعتني بي. Tried. أيوة يا أبطال. لما يكون آخر حرف واي وقبله حرف ساكن بنحذف الواي وبنضيف اي اي دي. Work it. Watered. Is. Was. Said. Give. Grow. Take. Bring. Brought. G والH silent. Bring. Brought. Put. When one. One day. لما اجي احكي قصة واقول one day يعني في يوم من الايام. One day I went to the zoo. بتكلم في الماضي عن حكاية في يوم من الايام. Good at. جيد في. عايز اقول انا جيد في اللغة الانجليزية. I am good at English. انا جيد في السباحة. I am good at swimming. انا جيد في كرة القدم. I am good at football. انا جيد في لعب كرة القدم. I am good at playing football. عايز اقول لك بعد good at ممكن يجي اسم. Good at English. Good at football. لكن لو جه verb لازم الفعل يكون اخره ing. Cheng is good at growing plants. Cheng البطل بتاعنا جيد في زراعة النباتات. Work very hard. يعمل بجد. I worked very hard yesterday. Look after. يعتني بي. Look after. يعتني بي. I look after my little sister. بعتني بأخت الصغيرة. I look after my little brother. أعتني بأخويا الصغير. في شوية تعريفات لازم أحفظهم علشان بيجوا في الاختياري. Choose. بيجوا كمان في التوصيل match. تعال نقراهم مع بعض.
emperor, emperor, emperor. An emperor, الامبراطور is someone. An emperor is someone. An emperor is someone. شخص ما. Who is like a king. Who is like a king. مثل الملك. تيجي في الاختياري كده يا أبطال. An emperor is someone who is like a doctor, a teacher, a gardener, a king. على طول تختار a king. نقرأ مرة تانية يا أبطال. An emperor is someone who is like a king. Palace. Palace. إزاي حروفها؟ B-A-L-A-C-E. A palace is where an emperor lives. القصر. مكان بيعيش فيه الإمبراطور. شايفين live ولا lives؟ لا lives عشان emperor مفرد يا مستر. Honest. Honest. مين هو الhonest؟ Someone. شخص ما. Who is honest. أمين. Does not lie. Does not lie. لا يكذب. Does not lie. Competition. Competition. In a competition, someone tries to win. Tries to win. Win يعني يفوز. عكسها lose. يخسر. طبعا في أي مسابقة في فوز وفي إيه؟ خسارة يا أبطال. An emperor is someone who is like a king. A palace is where an emperor lives. Someone who is honest does not lie. In a competition, someone tries to win. تعال نشوف مع بعض القصة الجميلة بتاعتنا. شايفين في الصورة طبعا the emperor الامبراطور, a sad boy ولد كمان زعلان. تعال نشوف القصة مع بعض. Qing lived long ago in China. Qing lived, اسم صيني. Qing lived long ago in China. عاش منذ فترة بعيدة فين؟ في الصين. فترة طويلة. Long ago. Qing lived long ago in China. In China. قبل المدن, قبل الدول, قبل القارات. in وقبل الشهور كمان يا مستر. صح. وقبل السنوات. يبقى in قبل الدول, قبل المدن, قبل القارات, قبل السنوات, قبل الشهور كمان. The most important man in China was the emperor. The most important man in China was the emperor. Emperor. أكثر رجل مهم في الصين هو مين؟ كان الإمبراطور. He lived in a beautiful palace. He lived in a beautiful palace. عاش في قصر جميل. One day, في يوم من الأيام. The emperor said. The emperor said. الإمبراطور قال. There will be a competition. There will be a competition. سيكون مسابقة. I will give a seed to each gardener. I will give a seed to each gardener. سأعطي بذرة لكل جنيني. I will give a seed. بذرة واحدة بس. أيوة. To each gardener. To each gardener. لكل جنيني. The one who can grow the most beautiful plant from the seed will be the next emperor. الشخص اللي هيزرع البذرة دي ويحولها إلى أفضل وأجمل نبات سيكون الإمبراطور القادم. يعني إيه؟ الإمبراطور جمع كل الجنينية وعطى لكل واحد بذرة وقال لهم ازرعوها كويس.
أجمل نبات هو اللي هيكون الإمبراطور القادم. عمل مسابقة، ستكون هناك مسابقة. There will be a competition. قول معايا There will be a competition. هي إيه المسابقة؟ I will give a seed. I will give a seed. I will give a seed. أعطي بذرة لمين؟ To each gardener. لكل جنين. The one who can grow the most beautiful plant. الشخص اللي هيزرع ويكبر إن البذرة إلى أكبر وأجمل نبات. Will be the next emperor. Will be the next emperor. هيكون الإمبراطور القادم. مسابقة شرسة. مسابقة قوية جدا. لازم أهتم بالبذرة كويس جدا جدا. Take the pot and the seed. Plant it. خذ الوعاء وكمان مع البذرة. Plant it. ازرعها. Says the emperor. مين اللي قال الكلام ده؟ الامبراطور. قال ايه ابطال؟ Take the pot. Take the pot. خذ الوعاء. Take the pot and the seed. Plant it. خذ الوعاء والبذرة وكمان ازرعها. Says the emperor. قال الامبراطور. Make it grow into a beautiful plant. اجعلها تنمو الى نبات جميل. Make it grow into a beautiful plant. Then ثم bring the plant back to me. Bring back. يرجع النبات ليا تاني. Bring the plant back to me. Chang was very good at growing things. Chang الولد الصيني كان جيد جدا في زراعة الأشياء. Chang was very good at growing. ليه مستر growing؟ لسه قايلين يا أبطال بعد good at ing. Chang was very good at growing things. كان جيد جدا 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 في زراعة الأشياء. And looking after his garden. وكمان كان مهتم بالحديقة بتاعته. He put the seed in the sun and gave it water. وضع البذرة في الشمس وأعطى لها مياه. He put the seed in the sun. He put the seed in the sun. وضع البذرة في مكان مشمس and gave it water. أعطى لها مية. But nothing happened. لا شيء حدث. Chang tried for weeks. حاول يا تشينج. طلعها مرة تاني. ارويها مرة تاني. Chang tried for weeks. حاول لأسابيع. But no plant grew. مفيش نبات كبر من البذرة. أنا زعلان. تشينج عمل اللي عليه. He worked hard. اشتغل بجد. The other gardeners. الجنينية التانيين عملوا ايه؟ الآخرون. Had plants that grew. النباتات بتاعتهم بدأت تكبر. The other gardeners had plants that grew. الجنينية الآخرون كان عندهم ايه؟ نباتات بتكبر. ايه الحكاية؟ ليه البذرة بتاعتي انا بس ما بتكبرش؟ كان نفسي اكون الامبراطور القادم. The next emperor. هخسر في المسابقة. خلصت المسابقة. الامبراطور جمع كل الجنينية مرة تانية. At the palace. في القصر. All the gardeners have beautiful plants. كل الجنينية كان عندهم نباتات جميلة. Where is your plant? Where is your plant? أين نباتك؟ أين نبتتك؟
Where is your plant? The emperor asks Qing. الإمبراطور بيسأل Qing. I worked very hard. اشتغلت بجد. I watered it every day. كل يوم كنت برويها. But it didn't grow. ولكن لم تنمو. I worked very hard. I watered it every day. But it didn't grow. زعلان جدا. Change. I worked very hard. I watered it every day. But it didn't grow. Then you win. ايه ده؟ انت اللي هتفوز. ازاي؟ انا عملت اللي عليا ولكن مفيش نبات. ايه اللي حصل؟ انا مش فاهم. Then you win, says the emperor. الامبراطور قال له انت اللي فزت. The seeds I gave everyone were dead. The seeds I gave everyone were dead. البذور اللي انا اعطيتها لكل واحد من الجنينية were dead. كانت ميتة. لا تصلح نهائيا للزراعة. The seeds cannot grow. لا تستطيع البذور ان تنمو. Because the seeds were dead. Only you are good and honest. Only you are good and honest. انت بس، انت فقط اللي جيد وامين صادق. So you will be the next emperor. لذلك ستكون انت الامبراطور القادم. ده يعلمنا يا ابطال الامانة. الصدق اهم من الفوز. لازم اكون امين، لازم اكون صادق، ما اكذبش. Don't tell lies. اوعى تكذب. Be honest. كن امين. Circle the correct meaning. An emperor is someone who is like. Excellent. King. الامبراطور هو شخص ما مثل الملك. A palace is where an emperor travels. يسافر. Lives. يعيش. Lives. طبعا القصر هو مكان إقامة الامبراطور. Someone who is honest. شخص ما أمين. Does not lie. لا يكذب. In a competition. Someone tries to. في المسابقة شخص ما بيحاول دايما يعمل ايه؟ Win. يفوز. Lose. يخسر. Win. يفوز طبعا. Read and write true or false. بناء على القصة. Number one, Qing was good at growing things. Excellent, true. Number two, Qing طبعا كان جيد في زراعة الأشياء. Qing didn't like being in his garden. False. هو تشينغ لم يحب ان يكون في حديقته. لا طبعا، ده قال لنا he looked after his garden. قال لنا كمان he was good at growing things and looking after his garden. Number three, the emperor gave all the gardeners a seed to plant. الامبراطور اعطى كل الجنينية بذرة علشان يزرعوها. True. Qing seeds
grew into a big beautiful flower. False. هل بذرة تشينغ كبرت وتحولت إلى زهرة جميلة وكبيرة؟ طبعا الكلام ده خاطئ. تشينغ looked after the seed and gave it sun and water. تشينغ looked after the seed and gave it sun and water. Excellent. True. هو اهتم بالبذرة وقدم لها المية ووضعها في مكان فيه شمس. Chang was sad and took the empty pot to the emperor. Chang كان حزين وأخذ الوعاء الفارغ للإمبراطور. True. Chang wasn't the next emperor as his seed didn't grow. خلي بالك نص الإجابة صح والنص التاني خطأ. هو بيقول لي أشوف إجابتك الأول. False. تشينغ مش هيكون الإمبراطور القادم علشان أز هنا معناها بسبب بذرته لا تنمو. هي بذرته لا تنمو علشان هي لم تنمو وكان أمين، بالتالي هيكون الملك والإمبراطور القادم. What is the moral of this story? ايه المغزى الاخلاقي من القصة القدام؟ Warning is very important. Honesty is more important than winning. Everyone should plant a seed. Excellent يا ابطال. Honesty is more important than winning. المصداقية الأمانة أهم من الفوز. Look at the pictures and complete the words. Number one. Bag. Short إيه؟ بنطقه بسرعة. Bag. زي cat. Bat. Bag. Mat. Number two. كيك. لونج ايه؟ انا بمد في الايه لما تلاقي الايه وبعد كده حرف ساكن وبعد كده ايه. لونج ايه؟ كيك. ميك. بيك. نيم. جريبس. مام. شورت او. نوز. لونج او. بمد في الاو هنا. او حرف ساكن اي. نوز. هوم. بون. او حرف ساكن اي. لونج او. نمبر 5. ميكس. شورت اي. رايس. اي حرف ساكن اي بمد في الاي. رايس. رايس. Read and change the verbs with re. ايه حكاية re؟ re دي عبارة عن prefix. يعني prefix بداية بضعها قبل الفعل تعطي معنى ايه؟ again يعني مرة تاني. The seeds didn't grow. البذور لم تنمو. Chang wanted to replant them. Chang أراد أن يزرعهم مرة أخرى. شايفين كلمة replant؟ أيوة ممكن أشيلها وأكتب مكانها change. Change wanted to plant them again. يعني أنا بعمل إيه؟ تعال نشوف مع مثال رامز. رامز painted his house again. رامز لون ودهن منزله مرة أخرى. عايز استخدم repainted. بسيطة يا مستر، هحذف again وقبل الفعل اضع re. رامز repainted his house. Number two. ندى cleaned her bike again. هحذف again. فين الفعل؟ cleaned. اضيف قبل cleaned ايه؟ re. ندى
re-cleaned her bike. اكتب again. لا ما انت كتبت re. Number three. The chef made rice again. هحذف again. تمام. فين الفيرب؟ فين الفعل؟ made. اضع قبله ايه؟ re. The chef remade rice. شيماء did her homework again. شيماء أدت واجبها مرة أخرى. عايز أستخدم ري. هحذف أجين. حذفت أجين. قبل الفعل أضع ري. فين الفعل؟ did. الجملة هتبقى إزاي؟ شيماء redid her homework. شيماء redid her homework. يلا يا أبطال نحل exercises on lesson 3. الأسئلة واضحة قدامك. هات ورقة وقلم واكتب إجاباتك أو اكتب إجاباتك في التعليقات. وقف الفيديو وبعد ما تخلص الإجابات بتاعتك شغله وتأكد من حلك صح ولا لا. Number one. An amber is someone who is like a king. الامبراطور شخص مثل ايه؟ الملك. A palace is where an emperor lives. القصر هو المكان اللي بيعيش فيه الامبراطور. Someone who is honest doesn't lie. لا يكذب. In a competition someone tries to win. في المسابقة شخص ما بيحاول يعمل ايه؟ يفوز. Qing lived long ago China. In China قارات او دول او مدن او شهور او سنوات لازم يكون قبلها in. The emperor lived in a beautiful palace. الامبراطور عاش في قصر جميل. I can grow plants. نباتات. مال ايه حكاية planets؟ كواكب. planes طائرات. plays يلعب او مسرحيات. He was good. أيوة يا مستر قلت لنا good at لازم يجي وراها verb ing أو اسم. He was good at growing things. كان جيد في زراعة الأشياء. Reorder the words to make correct sentences. هرتب هبدأ بالكلمة اللي تحتها خط. Where يعني أين. يبقى أداة استفهام فعل مساعد فاعل فعل. فاكرين إيه الفعل المساعد؟ ممكن يكون do، ممكن يكون does، ممكن يكون did، ممكن يكون can، ممكن يكون am أو is أو are was أو where. كله ده عبارة عن أفعال مساعد. Where did بعد كده فاعل يعني الشخص. Where did Qing live؟ أداة استفهام فعل مساعد فاعل فعل. More أكثر من. Is يكون. Honesty الأمانة. Important مهمة. Winning الفوز. Then مع المقارنة بستخدمها. Honesty is الأمانة تكون. More important أكثر أهمية. More important than أكثر أهمية من. Winning. Honesty is more important than winning. لو هكون جملة بسيطة فاعل فعل مفعول. I worked very hard. عملت بجد. Where دي سهلة للسائلين. Where بعد كده فعل مساعد. Where is
your plant. Where is your plant? أين نبتتك؟ Banquet, ما تنساش حرف الأول capital وفي النهاية full stop أو question mark على حسب السؤال أو الإجابة. ممكن خلي بالك يجي في النص اسم شخص، لازم يكون الحرف الأول capital. أيام الأسبوع الحرف الأول capital. شهور السنة الحرف الأول capital. المدن الحرف الأول capital. الدول الحرف الأول capital. القارات الحرف الأول capital. الجنسيات زي Egyptian Chinese الحرف الأول لازم يكون إيه؟ capital. I watered it every day. ترجمها كده عشان تحلها. رويتها كل يوم، يبقى دي جملة الاي كابيتال وفي النهاية فول ستوب. فاكرين نضع خط تحت اللي انا بغيره. How does the boy feel؟ كيف يشعر الولد؟ ده سؤال الاتش كابيتال وفي النهاية question mark. حط خط تحت اللي غيره، هاو الاتش وفي النهايه كويشن مارك. وات از ذا مورال اوف ذا ستوري؟ هو مش بيسالك، هو عايزك تضع علامات الترقيم. وات ما او ماذا الحرف الاول كابيتال وفي النهايه كويشن مارك. وات از ذا مورال اوف ذا ستوري؟ لو حابب الملزمه اللي قدامك ممكن تتواصل معايا على الرقم الموجود قدامك على الواتس مع مستر نصري. مفيش مستحيل. Don't fear. مستر نصري is here. Don't fear. اوعى تخاف. مستر نصري هنا. ما تنساش سبسكرايب. اشترك الان. فعل الجرس للكل علشان يصلك كل جديد. تعليق جميل منك علشان يشجعنا نكمل. ودوس لايك علشان الفيديو ينتشر لاصحابك اللي هم في سنة رابعة. جود باي. هتوحشوني كتير حد لما اشوفكم في التدريب القادم.